عجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم متابعين قناة المسافرون العرب. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن طريقة الحصول على فيزا اثيوبيا السياحية سنة 2021. اثيوبيا هي من دول افريقيا وغير ساحلية، تقع في القرن الافريقي وعاصمتها هي اديس ابابا. يحد اثيوبيا من الشرق جيبوتي والصومال، واريتريا شمالا والسودان غربا، وكينيا من الجنوب. اهم المناطق السياحية في اثيوبيا بحر دار واديس ابابا واواسو، وتعد بحيرة تانا منبع النيل الازرق ومن اشهر المعالم في مدينة بحر دار. الحصول على فيزا اثيوبيا سياحة 2020، دول الاتحاد الافريقي جميعها مع في يوم من التأشيرة ويحصلون عليها عند الوصول للمطار. وهذه الدول هي ليبيا وتونس والمغرب والجزائر ومصر وموريتانيا. اما باقي دول العالم جميعا يجب عليهم تقديم اوراق الحصول على فيزا اثيوبيا. وهذه الاوراق هي جواز سفر سالم مفعول، صورة خلفية بيضاء، بطاقة بنكية لدفع رسوم الفيزا. ورسوم الفيزا هي 52 دولار امريكي للدخول لمرة واحدة لمدة 30 يوما. الى هنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو، اتمنى ان يكون قد نال اعجابكم. لا تنسون بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. عجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.